السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم، أنا مايك من شركة هنتر. في هذا الفيديو ستتعرفون على الخطوات الأساسية لبرمجة جهاز تحكم ACC. ACC هو جهاز تحكم مصمم للمشاريع التجارية. مع أن جهاز التحكم هذا متقدم جدا، ولكن برمجته سهلة وسريعة كبرمجة باقي الأجهزة السكنية. برمجة الجهاز ذاتها في حال كان نظام تقليدي أو نظام ديكودر. سنبدأ بالتعرف على الجهاز الآن. سنتعرف على تعديل سطوع الشاشة، ثم العناصر الأساسية في برمجة الجهاز تتضمن ضبط الوقت والتاريخ، البرمجة المتداخلة، أوقات البدء، ومدة التشغيل وأيام الري. سوف نستخدم القرص للوصول إلى الإعدادات المختلفة. في كل إعداد سوف نستعرض الشاشة باستخدام أزرار الأسهم. عند وميض قيمة معينة، عندها يمكنك إجراء التعديل عليها بالضغط على زر إشارة الموجب أو إشارة السالب. زر بروجرام يستخدم للانتقال من برنامج إلى آخر. زر كوبي اند بيست سوف يساعد على تسريع عملية البرمجة من خلال نسخ وألصاق القيم المكررة مثل أوقات البدء وأوقات التشغيل. قبل البدء بعملية البرمجة، لنتأكد من أن سطوع الشاشة في مستوى مريح ومن أن برنامج الجهاز محدث لآخر نسخة. يتم تعديل السطوع من خلال الضغط على زر الموجب وزر Information في نفس الوقت عندما يكون القرص على وضع Run. يمكنك التحقق من الإصدارات الجديدة في Advanced Feature قائمة Utility Functions. نحن الآن جاهزون لبرمجة الجهاز. أول شيء سنقوم بضبطه هو الوقت والتاريخ. حرك القرص نحو Set Date and Time. وتلاحظ أن خانة الساعة طومت. استخدم الموجب أو السالب لتغيير الساعة. ثم استعمل الأيمن للانتقال للدقائق. واستخدم نفس زر الموجب أو السالب من أجل تغيير الدقائق. عند الانتهاء من الدقائق، استخدم السهم الأيمن للتغيير من وضع صباحاً ومساءً أو 24 ساعة. ثم استخدم السهم الأيمن للذهاب إلى الشهر في السنة. في هذه الحالة سوف نختار أكتوبر. استخدم السهم الأيمن للاستمرار نحو اليوم. استخدم الموجب أو السالب لاختيار اليوم. ثم السهم الأيمن للذهاب للسنة واختيار 2012. من القسم الأوسط يمكنك اختيار Daylight Saving نعم أو لا. استخدم السهم الأيمن للنزول للأسفل واختيار نعم أو لا. ومن ثم مرة أخرى استخدم السهم الأيمن للوصول للخيار النهائي الذي هو وحدة القياس. يمكنك اختيار English أو Metric. الخطوة التالية هي ضبط أوقات البدء للبرنامج. على أي حال، قبل برمجة هذا القسم أنت بحاجة إلى تحديد كيف تريد تشغيل برامجك، وعليك معرفة إذا كان النظام لديك لديه السعة الهيدروليكية لاستيعاب وضع التداخل. بشكل مبسط، تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت. حرك القرص نحو Set Program Overlap Option. هنا يمكنك الاختيار بين وضع Overlap أو Stack. Smart Stack أو SSG Smart Stack باستخدام أزرار الموجب والسالب. ضبط Stack أو Overlap سوف يتيح لك الاختيار من خلال خيار القرص Set Program Start Times إذا كنت تريد برامج فردية مما يعني برنامج في نفس الوقت، أو تداخل مما يعني تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت. سمارت ستاك تسمح لك بترتيب البرامج فقط بعد رقم محدد من البرامج التي تعمل معا. SSG سمارت ستاك تستخدم عندما يكون لديك محطات مبرمجة في مجموعات للعمل بشكل متزامن معا.
هذا الخيار يتيح لك ترتيب البرامج فقط بعد عدد محدد من البرامج ومجموعات المحطات المتزامنة التي تعمل معا. هذه من الخصائص المتقدمة التي ستوضح لاحقا بفيديو تدريبي آخر. سوف نختار Stack or Overlap. الآن حرك القرص نحو ست بروجرام ستارت تايم. هنا يجب أن تحدد إذا كنت تريد برنامج A أن يتبع أو يتداخل مع البرامج الأخرى. الخيار الافتراضي هو Stack. لضبط وقت البدء، اذهب للأسفل باستخدام السهم الأسفل وأدخل الوقت الأول للبرنامج باستخدام زر الموجب أو السالب. إذا كنت تريد البرنامج أن يعيد الدورة في وقت لاحق، يمكنك ضبط وقت بدء ثاني بالضغط على زر السهم السفلي والتعديل. كما ترى يمكن برمجة 10 أوقات بدء بحد أقصى. إذا قمنا بالضغط على زر Information بينما نحن على Start Times سيظهر ملخص للبرنامج يبين أوقات بدء البرنامج وكم وقت بدء لديها ومجموع وقت التشغيل للبرنامج. الخطوة التالية هي ضبط مدة التشغيل لكل محطة في البرنامج. أدر القرص نحو 6 Station Runtimes. لاحظ أننا ما زلنا في برنامج A وقيمة التعديل الموسمي Seasonal Adjustment هي بالقيمة الافتراضية 100%. لإضافة مدة تشغيل لمحطة واحد اضغط على زر الموجب. مدة التشغيل يمكن أن تضبط من ثانية واحدة حتى 6 ساعات. يمكنك استخدام الأسهم لتغيير موقع المؤشر من الدقائق للساعات للثواني. للذهاب للمحطة التالية اضغط زر السهم للأعلى وأضف مدة تشغيل باستخدام زر الموجب. إذا كانت أغلب المحطات لديك لها نفس مدة التشغيل يمكنك الاستفادة من خاصية النسخ واللصق لتسريع العملية. مع مدة التشغيل المرغوبة ببساطة اضغط زر كوبي، انتقل إلى المحطة التالية واضغط زر بيست، وسوف يتم إضافة مدة التشغيل أوتوماتيكياً في المكان المخصص. لاحظ أن مدة التشغيل الفعلية تبقى نفس المدة المبرمجة، هذا بسبب أن Seasonal Adjustment قيمته 100%. إذا قمت بتعديل النسبة ستزداد أو تنقص مدة التشغيل الفعلية حسب التغيير. كما في وقت البدء، إذا ضغطت على زر Information جهاز التحكم سوف يظهر لك تقرير لكل محطة يحتوي على عدد البرامج التي تحتوي المحطة، مجموع أوقات البدء، ومجموع مدة التشغيل المحطة، كما مجموع قانونات المياه التي ستتدفق من المحطة. آخر عنصر للبرنامج ليكون كاملاً هو ضبط أيام الري. أدر القرص إلى 6 Days to Water. يوفر ACC جداول ري متنوعة تحتوي أيام محددة بالأسبوع، أيام زوجية أو فردية، وفترة زمنية من 1 إلى 31 يوم، كما خاصية فترة عدم الري، والتي يمكن استخدامها لإيقاف الري لعدة أيام. لضبط أيام معينة من الأسبوع، اضغط زر السهم الأسفل لبدء اختيار أيام الري. استخدم زر الموجب لتحديد الري في هذا اليوم، وزر السالب لتحديد عدم الري في هذا اليوم. إذا كنت تريد برمجة أيام فردية أو زوجية في الشهر، يمكنك العودة بالسهم للأعلى لتغيير الضبط من أيام معينة إلى زوجي فردي باستخدام زر الموجب. ثم اذهب للأسفل مجددا واختار ماذا تريد أن تروي، زوجي أو فردي باستخدام زر الموجب. هذه الشاشة تتيح لك أيضا إلغاء أيام الأسبوع التي لا تريد الري بها أبدا حتى وإن لم تكن زوجية مثل 2 4 6 حصل أن تأتي ذلك اليوم. لإلغاء يوم استخدم الأسهم لاختيار اليوم الذي تريد إلغائه واضغط على إشارة السالب لإلغاء الري ذلك اليوم. الخيار الآخر هو برمجة جدول فترة. لبرمجة جدول الري هذا غير الضبط من Odd Even إلى Interval ثم اذهب للأسفل لاختيار الفترة من 1 إلى 31 يوم.
فترة واحد تعني ري كل يوم، اثنان تعني يوم بعد يوم، وثلاثة تعني سوف يتخطى يومين ثم يروي على الثالث، وهكذا. الآن اذهب للأسفل إلى اليوم التالي للري لتحديد عدد الأيام حتى وقت الري القادم. صفر تعني أنه سيروي اليوم إذا كان هناك وقت ري اليوم لاحقا، وإلا إذا مر وقت الري سوف يفترض أنه روى مسبقا اليوم وسوف ينتظر حتى وقت الري التالي. عند انتهاء اليوم تعني أنه سوف يتخطى منتصف الليل ثم يروي اليوم التالي. عند انتهاء يومين تعني أنه سوف يتخطى ليلتين ثم يرمي في اليوم التالي. كما في شاشة الفرد والزوجي يمكنك إلغاء أيام الري في الأسبوع التي لا تريد الري بها حتى وإن كانت مجدولة في فترة ري. لإلغاء يوم اذهب للأسفل لليوم الذي تريد إلغاءه واضغط زر السالب لاختيار نو. بالضغط على زر Information في موقع القرص هذا سوف يمكنك رؤية توضيح للضغط إذا كان فترة أو أيام معينة أو زوجي فردي. هكذا تنتهي الخطوات الأساسية لبرمجة برنامج كامل. لقد تحدثنا عن تعديل سطوع الشاشة، ضبط الوقت والتاريخ، خيارات تداخل البرنامج، برمجة أوقات البدء، ضبط مدة التشغيل وأيام الري. يوجد العديد من الوظائف التي يمكن ضبطها، سوف نتحدث عنها في فيديوهات أخرى.